قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أو ما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان بشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان.